بحديث مدقق عن هذا الذي يسمى الوقوع، واتخذ في الآونة الأخيرة أشكالا معينة حتى أصبح سافرا وأصبح مسايرا لما يسمى بالموضة أكثر منه متخذا للغطاء. ما هو توجيهكم بأخواتنا المسلمات حول هذا الموضوع؟ الجرقة هو الجرقة المعروف عند العرب الذي يغطي الوجه ولا يظهر إلا العينان فقط، فتحتان على قدر العينين فقط، وغطي الوجه غطاء ثاني. أما إذا وسيع استعماله ووسع فيه وصار يتخذ من فتنة فهذا لا يسمى بالجرقة، هذا لا يسمى بالجرقة، وإن سماه من سماه جرقة فليس هو الجرقة المعروف. الجرقة هو الذي يستر اليد، كان معروفا عند العرب وعند نساء البادية إلى وقت قريب، يستر الوجه بالكامل ولا يظهر منه إلا العينان فقط. أما إذا تعسف فيه وأخرج عن حده وأصبح موضة من فتنة وتنوع أفعال النساء فيه فهذا لا يسمى غرقة، ليس هو الغرقة المقصود. جزاكم الله خيرا.